في اللعبة دي كل فريق من الفرق التلاتة هيجيب لنا حاجة موجودة عنده هو محتفظ بيها ويحكي لنا عنها قصة، ومطلوب من بقية الفرق ان هم يعرفوا القصة دي حقيقية ولا خيالية. وقدامكم فيه اتنين بورد، واحدة مكتوب عليها حقيقة ام خيال. لو حسيتوا ان القصة اللي الفريق التاني بيحكيها دي حقيقية تقولوا حقيقية، لو حسيتوا انها خيالية تقولوا خيالية. لو طلعت اجاباتكم صح واحساسكم طلع صح هتاخدوا نقطة، لو طلع احساسكم غلط والفريق التاني عرف يخمكم بالتمثيل ويفهمكم ان القصة دي خيالية لكن هي حقيقية مش هتاخدوا ولا نقطة. هبتدي دلوقتي مع ديما وتيا، قولولنا عندكم ايه هتحكولنا عليه قصة. اول شي بتعرفوا مين هاند؟ لندايزر. لا مين ده؟ برافو عليك رامي، برافو عليك. هل هاي الشرطي حبوا يهدوني شغلة على شخصية كرتون انا بحبها؟ انا بحب دايسكي جراندايزر كتير، لدرجه لهلا انا بشوفه بمنامي انه طالع محرر العالم من الاشرار. فوقت اللي اجاني البوكس وكان فيه دايسكي بكيت بكي، يمكن كانه لا سمح الله صاير شيء عندي بالبيت من قد ما كنت مبسوطه فيه. فهي حقيقه، ربنا يخليهولك. يا طيب اسال رامي، ليه حاسس يا رامي انها حقيقيه؟ لانه جيلي انا وديما كتير بحب هذا النوع من الكرتون وعن جد معلق فيه، فممكن كتير يكون صحيح. ايه جيلك دي يا رامي؟ ها؟ انت كل جيل وكل زمان وكل مكان. الجيل يعني الناشئ، الجيل الناشئ يعني. طيب ماشي، قول لنا يا وائل انت وخالد حاسين ان القصه دي ايه؟ خيال. خياليه. ليه؟ هي شريها، انا هي شريها، بس انا بقول ان هو خيال لانه لو نقت كانت نقت افروديت عادي جدا. بالظبط. حاجه يعني ايوه صح. مثلا انا عايز ابقى افروديت وادمر العالم كله، بس مش دايسكي يعني. كذابه كذابه. انا كذابه. لا قصدي يعني في القصه، يعني قصدي ان هو خيالي يعني. دلوقتي انت يا ديما اللي هتقولي لنا القصه دي حقيقيه ولا خياليه وتنهي الجدل ده. خياليه. برافو برافو، ورامي اخدوا نقطة هو ودليدة، اما وائل بالياباني هو وخالد تبقوا اشتروا من حد تاني وما بتاخدوش ولا نقطة. ودلوقتي نروح لرامي ودليدة وقولولنا عندكم ايه هتحكولنا عليه. في هيدي اللوحة بصراحة بوقت فراغي كان عندي 40 minutes بس يعني فاضي رسمتها. طب خلاص خلاص يا رامي، احنا شفنا اللوحة بس عايزين نشوف دليدة. حط اللوحة وراك واحنا عرفنا انت بتتكلم على ايه. خلاص انت اللي عملتها. الله الله يا فنان. شوفوا شوفوا التفاصيل بليز، عن جد شوفوا التفاصيل. ليك طبعا هي بس حولة شوية. ما 30 دقيقة بعملها بنص ساعة. كله هيدا نافر على فكرة، انتوا مش مبين على الكاميرا بس ده نافر، كله نفر. طيب ماشي، نسأل دلوقتي ديما وتيا، حاسين ان اللوحة دي قصدي القصة دي حقيقية ولا خيالية؟ خيالية. يعني بيكاسو ما حيلحق يرسم رامي طاري بنطاعة، ارحمني. طيب ونسأل دلوقتي وائل وخالد، قولولنا اللوحة والقصة حقيقية ولا خيالية؟ خيال. هو ما رسمهاش لان دي شكلها مطبوع وعملها في الضي، عملها ايه بتلعب كده. بالظبط. بس دي سمكة رامي الفنان. دي سمكة بولتي، دي احساسه ممكن يدي ده في نص ساعة، انا ممكن مصدقه بس عشان يعني نحاول نكسب انا بقول انه خيال. بس بدي اخبركم خبرية صغيرة، خبرية اللوحة الحقيقية يلي لترلي اخدت معي 30 minutes، وانا لاني رسام ما اخذت معي وقت كثير، فبعتذر منكم جميعا. حتى ماضي اسمي على كل اللوحات، ماضي اسمي على كل اللوحات. And I knew how to trick you. ايه رامي ده؟ Love you guys. للاسف الفرق الثانيه ما خدوش ولا نقطه، وخلونا دلوقتي نروح لقصه خالد وائل وقولوا لنا عندكم ايه هتحكولنا عليه. هنحكي لكم على حاجه حصلت لي، ان انا كنت رحت ليفربول اتفرجت على ماتش ليفربول ومانشستر يونايتد، واحنا هناك وقاعدين في المدرجات وكان مانشستر يونايتد وليفربول في الماتش اللي هو لما صلاح قلع وأليسن باكر الجون راح جري له من اخر الماتش وراح قال له كده بركبته، كان
ماتش ايبك يعني. وانا كان نفسي ان انا اشاور محمد صلاح ان هو يكلم المصريين بقى وكده، واكيد يعني. فانا واقف في المدرجات، نزلنا تحت وهم اللي داخلين في التانل، يا صلاح يا صلاح يا صلاح، مفيش اي حاجه. شادي بيقول محمد صلاح، بصلنا لقى انا خالد وشادي، اتعرف علينا قال ايه ده خالد ومش عارف ايه، يعني ريكوجنايزد الوش يعني من اسنل وكده. فنزلت وكان معايا تيشيرت ومضالي عليه، وادي التيشيرت. وغير كده قال لي ايه رايك ان انا اخد التيشيرت جوه مضولك من الفريق كله، وهو مضام الفريق كله. ماشي والله قصه جميله ومؤثره. وطبعا بنحيي مو صلاح، بس عايزين نعرف بقى القصه دي يا رامي، حاسس ان هي حقيقيه ولا خياليه؟ انا بعرف المصريين جدعان، ولو فعلا محمد شافوا لخالد او شاف وائل راح يكون كتير فخور فيهم، واكيد مش بس راح يمضيلهم، هو راح يمضي كل الفريق لإلهم، لانه هني كمان بيمثلوا مصر احسن تمثيل، مش بس محمد صلاح. ربنا يخليك يا حبيبي. انا بالنسبه لي اتمنى تكون حقيقه. طيب خلينا نعرف يا ديما انت وتيا حاسين القصه دي ايه؟ يعني ما لنا قدرانين ناخذ موقف، بس يعني انا بتصوري بقول انه فيها شويه خيال. طيب خلينا نعرف بقى من خالد القصه دي ايه يا خالد؟ جاهزين عشان هي تطلع لوحدها؟ يلا يا وائل، انت جبت الايه؟ جاهزين. بس it's a very good story, very good story. مقنعة كتير مقنعة. ومبروك على فريق ديما وتيا النقطة. وللأسف يا عيني رامي. ديما ممثل كبير على رح تعرف. كل المصريين خسر النقطة. لا ورامي بقى بيقول القصة، بيصدق القصة وكمان هيلعب كمانجا بعديها. طيب. أيوه والله العظيم. يا شاعك. ودلوقتي خلوني أفكركم بالنتائج، علشان تحاولوا انكم تعوضوا اي فريق خسران يحاول يعوض. ولسه معانا في الصداره فريق رامي ودليدا بتسع نقط، فريق خالد ووائل معاهم خمس نقط وخمسه موعد وخمسه ونيو. بتشرب لبن؟ شجع نادي، شجع نادي. اما فريق ديما وتيا فحصلوا فريق خالد ووائل، وهم كمان بقى معاهم